هل أنت الفتى المغرور؟ مرحبا ويليجي. مرحبا بروسلي. تفضل. المعلم المشرف على دارة الكونغ فو سيد بروسلي يعلن تحديه السيد ويلي جي. إنه صاحب مركز المصارعة اليابانية في سياتل. في الحقيقة هذا لقاء ودي، أليس كذلك؟ كمضيف لهذه اللعبة يسعدني الترحيب بالسيد إينو سانتو أستاذ كلية الرياضة بجامعة سياتل ليكون الحكم في هذه اللعبة. في حال توقف أحد الطرفين يتم إعلان فوز الطرف الآخر، هل هذا واضح؟ مستعد؟ مستعد؟ سيد إينو سانتو، هل أنتما جاهزان؟ ابدأ. معلمنا سيفوز، أنا متأكد. عظيم. هذه الطريقة ممنوعة. يا معلمي، صفقوا للمعلم بروسلي.
ما هذا؟ لنقل قول الصينيين: مصافحة عيد ودعوة للسلام. لست سعيدا بالنتيجة ولم أفهم شيئا سيدي. لماذا لم تجهز على ويلي جي؟ ويلي يكن لك كراهية شديدة لدرجة أنه مستعد لقتلك. إنه قاس. جيس، يجب أن تعلم بروس يفكر في خطط كبيرة. الغاية من نزاله مع ويلي جي تعلم المصارعة اليابانية منه وليس القضاء عليه. هل فهمت ذلك؟ جيس، لو أن بروس ألحق اليوم إصابة بويلي جي لكان انتقم لنا، لكن هذا سيمنعنا من تعلم المصارعة اليابانية وسنخسر كل شيء. أنا لم أفهم شيئا بعد. مباراة اليوم لم تكن مثيرة. اسمع جيس، يوم شاهدت بلير مستلقيا في المستشفى رغبت بالانتقام من ويلي جي، لكن حين هدأ غضبي توصلت إلى أننا نحن أيضا اقترفنا خطأ. لقد كان الهدف من لقاء اليوم التركيز على أخلاقيات الفنون القتالية. لا يمكننا قتل الخصم مهما حصل. حسنا، طالما أنك تعتقد بأن اللقاء لم يكن شيقا، تعال معي. أين سنذهب؟ حتى نرى ويلي جي في مركزه. وماذا سنفعل هناك؟ كان قاسيا معك ولم يبدي أي ود، فلما ترغب برؤيته؟ أنت لا تعلم، تراجع ويلي جي أثناء مباراتنا اليوم لكنك لم تلحظ ذلك. ربما. لماذا لم ألحظ ذلك؟ كفاك ثرثرة وامضي. جيس، توقف عندك. أراك لاحقا. اعتني بنفسك. لا شك سيد ويلي أنك متمكن تماما من فن المصارعة اليابانية. أشكرك سيد لي لعدم إحراجي أمام الناس، ولو أنك واصلت ما فعلته لكنت تهويت وعجزت عن النهوض حين طرحتني أرضا، فأنت بذلك أحكمت سيطرتك علي. أنت مقاتل فذ. لو أنك استعملت خدعة مقلة العين لأفقدتني بصري. أنت لم تكن تقاتل لتفوز، بل قاتلت لكي تعرفني أكثر، أو لنقل أردت تحسين أدائك وتعلم أسلوبي. هذا صحيح، برزت العديد من الأساتذة فيما مضى. ليس هدفي إحراز انتصار، وإنما أسعى لتجديد الكونغ فو والرقي بها لمستوى أفضل. أمل أن تساعدني أنت على ذلك. يشرفني التعلم من معلم مثلك. يشرفني تعليمك المصارعة اليابانية. أشكرك، شكرا جزيلا سيد جي. هل تتألم؟ أجل أنا كذلك. إذن دعنا نسترح قليلا. أرجو أن تخبرني إن بدرت مني بعض الأخطاء. دعنا نتابع. اسمع بروس، عليك أن تكون أكثر قسوة. بالتأكيد. هيا. آه.
ما رأيك؟ أحسنت بروس، حان دورك الآن. أجل، علمني مهاراتك القتالية. لا بأس. هيا. لنكرر. هاجم، هيا. انهض. ما هذا الفن؟ كان ذلك رائعا. كونغ فو صينية مع بعض حركات الكاراتيه اليابانية. اكتشفتها بنفسك؟ أجل. رائع. انتهينا. بروس، البروفيسور هنا. بروفيسور إنوسانتو، سبق والتقينا. أجل، أريد أن أعرف فقط السبب الذي دعاك للتوقف عندما نازلت ويليجي قبل أيام. لم أكن أخطط لكسب المباراة فقط، وإنما كانت بالنسبة لي فرصة لتعلم المصارعة اليابانية منه. وهل بوسعك منحي فرصة كهذه؟ أنت شديد التواضع، بلغني بأنك بارع في الفنون القتالية، ولكن للأسف لم تسنح لي الفرصة للتعلم منك. شكرا. العفو. انتبه. أنت سريع جدا، دعنا نرى إلى أي مدى. لقد لجمت نفسك. أعترف بإخفاقي. لا، لم تخفق، أنت توقفت فحسب. بذلت كل ما بوسعي. أنت في غاية التواضع. تفضل أرجوك من هنا. بروفيسور، هذا المكان بسيط جدا، دعنا نذهب لحانة ما. لا لا لا، أنا أعشق الأجواء الهادئة، يمكننا تناول قليلا من الشاي مع الحليب. كما تريد. هذا مشروبي المفضل. مذاقه لذيذ. في الحقيقة عندما رأيتك تتبارى مع ويلي جي أدركت أني لست أهلا لمنافستك، ولم أشأ الاعتراف بذلك، ولكني ما زلت أرغب بالتنافس معك. يبدو أن نتائج اليوم كانت بحسب ما توقعت. منذ وقت طويل وأنا أسمع باسمك، وبلغني أيضا بأن مهارتك لا تقتصر على الملاكمة، بل تعدت ذلك لتشمل استعمال جميع الأسلحة. وما الفائدة؟ فقد خسرت أمامك قبل قليل. بروفيسور، أنت تدرس العلوم النظرية في الجامعة، بالإضافة إلى أنك مقاتل، وهذا يدعو للإعجاب بحق. أنا أصغر منك سنا وربما أكثر منك طاقة. البروفيسور كين حدثني عنك. أنت بروسلي لست طالبا متميزا فحسب، بل وتتمتع بشخصية جذابة. سمعت أنك تسعى لإبراز أسلوب خاص بك. أعتقد بأن الفنون القتالية يجب أن تكون مزيجا تنصهر فيه جميع المدارس لتبلغ أعلى مراحل تطورها. بعد أن تعلمت بعض الأساليب القتالية المختلفة، غالبا ما ألاحظ اهتمام الفلسفة بهذه الفنون. إن قلت بأني أفهم بعض وجهات النظر ذات العلاقة بالفنون القتالية، فسوف أعتبر ذلك مديحا لي. ولكن قد لا تحرز تقدما في هذا المضمار. هذا وارد. الفنون القتالية تصبح أكثر تعقيدا بابتعادها عن جوهرها. سأبسط الأمر. إن أي ممارس لهذه الفنون، مبارز بالسيف أو مصارع، يدفعه هدف واحد، ألا وهو هزيمة الخصم. الأمر بسيط ومباشر، لذا يتعين على الممارس للفنون القتالية تبني أبسط الطرق وأكثرها مباشرة، وذلك للتغلب على خصمه. من نعرفهم في هذا المجال عملوا على تعقيد ما هو بسيط في الفنون القتالية، ولهذا ابتعدت عن جوهرها. استمر. برأيي فإن مدارس الفنون القتالية تمارس نهجها التعليمي في صفوف موصدة الأبواب،
وكل منها ينتقد الآخر وهذا خطأ. المعذرة بروس، في السابق كنت أرى نظريتك من زاوية واحدة فقط. لا عليك سيدي، علمني المعلم يي وهو متخصص بملاكمة الأودي سر حركة قبضة الإنش، والذي لم يفصح به لأحد من قبل، ولكن اختيار مقاتلين إقصاء أنفسهم عن المدارس الأخرى أسهم وبشكل كبير ومباشر بعدم تبادل المعلومات الخاصة بذلك، وأعاق عملية تقدم الفنون القتالية. أعتقد لو أن المدارس تعلمت من بعضها البعض لكان الوضع أفضل بكثير. المعذرة، لقد أسهبت في الحديث، أشعر بأنني أتباهى أمام أستاذ كبير مثلك. لا لا لا، على العكس، أخبرني ما رأيك بممارسي الفنون القتالية في أمريكا؟ بعد أن وصلت إلى الولايات المتحدة لاحظت بأن المدارس التي تمثل مختلف أنواع الفنون القتالية تتنازع فيما بينها، وكنت أظن هذا حكرا على الصين. أذكر أن هناك مثلا صينيا يقول جميع الغربان متشابهة. هذا صحيح. في الحقيقة إن متمرسا كبيرا في المصارعة اليابانية مثل ويلي جي بوسعه تلقين مهاراته لا يوجد الكثير من أمثاله. وهل تعتقد أنه أفادك في ذلك؟ أخبرني عن نظريتك الخاصة في الفنون القتالية. ولكن سيدي أرجوك لا تسخر مني، لطالما حلمت بابتكار أسلوب جديد للقتال لم أفكر بتسميته بعد، فكرت بتوحيد النقاط القوية في المدارس المختلفة. أسلوب كالذي أفكر فيه يركز بشكل أساسي على المعارك الفعلية، وهو بعيد كل البعد عن الأنانية أو احتكار المهارة. المعارك الفعلية. بروفيسور إينو. بلير، أنت هنا؟ مرحبا، أنا سعيد لأنك هنا. لطف منك أن تقطع كل هذه المسافة لتحضر إلى هنا. بلير، لو أني أصغيت إليك لتمكنت من لقاء السيد لي في وقت مبكر. أنت محق، ما رأيكم لو خرجنا معا؟ لا، لقد تأخر الوقت، جميعكم مدعوون لمنزلي، سنحدد الموعد لاحقا، ما رأيكم؟ هذا رائع. بروفيسور إينو من هنا. غيرت رأيك بالصينيين؟ كلا، باستثنائه لتميزه. لما تنظر للصينيين نظرة مختلفة؟ لست وحدي، هذا شعور جميع الغربيين. لا لا لا، ليس الجميع. بروس لي بارع، لا أحد يستطيع إنكار ذلك، أما بالنسبة لنظرتنا للصينيين فهي لن تتغير. لكنه مختلف. بروس، هل أنت مهتم؟ طبعا، الكتب تستهويني. رائع، تجولت في أنحاء العالم لأجمع هذه المخطوطات وأنفقت عليها جميع مدخراتي تقريبا. تستحق ذلك. تماما. بروس، أنا أحضر لتأليف كتاب جديد عن الفنون القتالية، لقد أفادني حديثك حين زرتك قبل أيام. ممتاز، وأنا على استعداد تام للمساعدة، وعلى فكرة يمكننا دوما مناقشة مثل هذه الأمور، هذا يعزز معرفتي. بروس، أحضرت كتابا قبل أيام عن الطاوية ووجدت بأنه يتطرق للفنون القتالية، أرغب بمعرفة رأيك بهذا الأمر. بالتأكيد، ترتكز النظرية الأساسية للطاوية على مبدأ السيطرة دون اللجوء للقوة، إذ تعتمد على وجهات النظر الجدلية. فمثلا يمكن للمادية واللامادية تبادل الأدوار في أي وقت، وهذا ينطبق على مبدأ الهجوم والدفاع، إنهما قابلان للتبادل. في الحقيقة أنا لم ألم بكل ما يتعلق بالطاوية، فهي فلسفة عميقة جدا. فلو أخذنا مثلا طرق القتال لوجدنا ضمن هذا المفهوم بأنها تحتاج للسيطرة دون استعمال القوة، إلا أن هذا لا يعني الكسل أو التراخي، بل يعني مزاولة الأمور باتباع القوانين الطبيعية.
أدركت من خلال اطلاعي على لامادية الملاكمة. انتظر، سأدون، استمر. تضم الطاوية الكثير من النظريات، يبدأ تطبيقها حين نمارس الكونغ فو في سنوات مبكرة من طفولتنا، حيث تدعونا لأن نكون هادئين من صميم قلبنا، وهذا يعني غياب الأفكار المزعجة. لما يعيش أتباع الطاوية في الجبال النائية؟ لسبب بسيط، للتخلص من الأفكار المزعجة. حين نمارس الكونغ فو في هذا العالم المفعم بالحيوية، يجب أن نكون هادئين كهدوء سطح الماء تماما، وأثناء المعارك يجب أن لا نفكر بالخسارة أو الربح، فمن شأن ذلك أن يجعل جسدنا شبيها بجثة بينما يكفل الهدوء. الحرية المطلقة، بهذه الطريقة نقوم بتحويل المادية إلى اللامادية، وإلى سيطرة دون اللجوء للقوة. بروفيسور، يبدو بأني أبالغ باستعراضي. لا إطلاقا، تملك وجهة نظر فريدة. بروفيسور، هل أستطيع استعارة هذا الكتاب؟ إنه عن المبارزة. بالتأكيد، ستتعلم المبارزة؟ أعتقد بأني سأعثر فيه على ما يفيدني في الملاكمة. دعونا نخرج معا، يجب ألا يقتصر لقاؤنا على الخوض في الأمور الفلسفية وتجاهل هذين الصديقين. أبدا بروفيسور، أمتعنا الإصغاء إليك. لم تكن لدي أدنى فكرة عما طرحتماه للتو، وأفضل لو اشتبكتما في نزال حقيقي. أنت تقرأ أفكاري، ما رأيك بروس؟ أنا موافق، فأنا أرغب بتعلم أصول الملاكمة الفلبينية، وأنا أرغب بتعلم الكونغ فو. حسنا، لنباشر. هذا رائع، سوف يتحسن أداء بروس. هيا ابدأ أنت. حسنا، عليك التركيز على حركة ذراعي بروس وعلى وقفتي أيضا، والآن بظاهر كفك بروس وعلى وجهي. هذا جيد. أرأيت؟ المرفق، ارفع المرفق هكذا، هكذا، أجل، على هذا النحو بكل مرونة. ممتاز بروفيسور، أشعر أن الملاكمة الفلبينية تمتاز بالمرونة والرشاقة، لكنها ليست قوية بما يكفي. تعلمك ملاكمة الأودي البساطة والمباشرة، وتستطيع شن هجومك أثناء دفاعك، وهذه أهم ميزاتها، لكن حركة القدمين بطيئة ومحدودة فيها، تكون مفيدة في المسافات القصيرة، ولكن هذه التقنية تفقد فعاليتها في المسافات المتوسطة والطويلة. انظر، ماذا لو أني تحركت على هذا النحو مثلا؟ عظيم، دعنا نختبر ذلك في إطار المسافات المتوسطة والبعيدة. سأدفعك بقبضة اليسرى وأتبعها بقبضة اليمنى، هل أنت مستعد؟ ولاحظ بروفيسور المسافة بيننا. ما يقوله بروس صحيح. كنت أفكر بجعل سمات ملاكمة الأودي أكثر بساطة وعملية في نفس الوقت، كما أني أريد مزج نظرية الخط المركزي مع ما يميز الملاكمة الغربية من قوة. لا يمكن هذا، من الصعب الجمع ما بين الملاكمة الغربية وملاكمة الأودي. هيا دعنا نجرب، تقدم. هل أذيتك بروفيسور؟ لا بأس، رائع. لقد اعتمدت على البساطة في تسديد ضربتي وهاجمتك بيدي اليمنى، واستعملت ما يميز الملاكمة من خطوات مرنة، وأثناء قتالي معك حافظت على الخط المركزي فيما بيننا، إنه أمر مهم. هيا دعنا نجرب. رأيت؟ الدفاع أثناء الهجوم، عرفت؟ هذا مهم جدا، هاجم أثناء دفاعك عن نفسك. حافظت أثناء هجومي عليك على وضعية دفاعي، ما رأيك بذلك بروفيسور؟ يجب أن تنهل المزيد من معارف الفنون القتالية لمختلف المدارس. هذا ما أفكر فيه أيضا، علي تبادل الخبرات مع جميع المدارس على اختلافها لأتمكن من تطوير مهارات. تماما، لكي أؤلف النظريات والأساليب المتباينة لكل مدرسة، فكرت بزيارة مراكز الفنون القتالية المختلفة، ولكن قد يساء فهم ذلك من الآخرين. بروس، تحدي الآخرين علنا يولد الأعداء، ولن يساهم في رفض مهارتك،
فهو أمر يزدريه الآخرون، كما أنه هدر للوقت. إذن بما تشير علي؟ باتباع طرق أخرى. بروس، هل فكرت أن تحاضر في الكليات؟ عن أسلوبي الجديد؟ هذا صعب، فهو لم ينضج بعد. بروس، أنت في غاية التواضع. في الحقيقة أنت ملم بشتى الأساليب القتالية، يبقى عليك تطوير نفسك فحسب. بروس، يطلب منك البروفيسور تقديم محاضرات، فلما لا تقبل؟ بروس، أعتقد بأن البروفيسور على صواب. ما بك بروس؟ ممتاز. أما زلت تفكر؟ موافق. للأعلى، ارفع ذراعك للأعلى أكثر، كن أكثر قوة. عد مكانك. سنبدأ الآن التمارين الزوجية، ليختار كل منكم خصما له وفقا لوزنه. حاضر. توقفوا، أنت أنت وأنت وأنت، اتبعوني، اصطفوا. أنتم مصدر إحراج لنا. الكاراتيه من الفنون القتالية التقليدية في اليابان، وأنتم تجلبون العار لها. الأمريكيون والأوروبيون يزدرون الشعب الياباني، هل تعلمون لماذا؟ لأن الهزيمة لحقت بشعبنا بسبب روح الساموراي، ولهذا يجب ألا نهزم، مفهوم؟ رائع، لم أكن أعلم أنه بمقدورك الاستفادة من تقنيات المبارزة وتوظيفها في الملاكمة. في الحقيقة بعد أن طالعت الكتاب الذي اقترضته منك، وجدت بأن للمبارزة بعض السمات المفيدة، كتلك الخطوة التي استخدمتها قبل قليل. تتطلب ملاكمة الأودي إبقاء قبضتك القوية في المقدمة، وهذا شبيه بالمبارزة، ومثل هذا التشابه يشمل كذلك المسافات الطويلة والقوة. حين كنت أسدد لكمتي في الماضي لم تكن خطواتي تستجيب بشكل جيد، ولهذا فإن مسافة هجومي كانت قصيرة. بعد أن تعلمت خطى المبارزة أصبح جسدي يقفز من تلقاء نفسه، وهذا الأمر عزز قوتي الهجومية. من فضلك بروس، أرني تقنية قبضة الإنش. لا بأس، تفضل. مزقت قطعة ورقية على بعد إنش واحد منها. حقا هذا لا يصدق. اعتمدت على ما يسمى استلهام القوة من الأرض، وهذا يعني أن ساقيك وهذه المنطقة وكتفيك وجسدك بكامله يقاتلون في منطقة واحدة ويعصفون بزاوية واحدة. هذا هو التركيز، وهذا ما يدعى بقبضة الإنش. تكون قبضة الإنش شبيهة بنقطة تعصف منها رياح عاتية. حين تتجمع كل قوتك في مركز قبضتك، فإن القوة المنفجرة كفيلة بشق جلد بقرة. المنفجرة. بروفيسور، لما لا تجربها؟ نعم لا بأس. هيا. عليك بالاسترخاء، ويجب ألا تتوتر. حين تشعر بقوة عاتية كهذه سدد ضربتك. لا بأس بذلك. بروس، اتصلت مع عدد من الكليات بشأنك، ستبدأ غدا محاضراتك. بروفيسور، شكرا جزيلا لك. طاب صباحكم. مرحبا.
سيد إينو، لما وجهت دعوة لفتى صيني ليلقي محاضرات في كليتنا؟ وما المانع؟ مجرد دعوتك له للحضور هو بحد ذاته إهانة لمدرسينا. أصغي إلي. السيد بروسلي يتمتع بمهارات متميزة في الفنون القتالية، سوف تكتشف ذلك بنفسك. هذه مبالغة سيد إينو، حتى لو كان يملك مهارات متميزة فدعوته لإلقاء المحاضرات غير مقبولة. حسنا، لا تتسرع في الحكم عليه، سوف تغير رأيك هذا عندما تراه. لا أريد أن أراه، وأنا أشكك أيضا بكل ما تقوله. بروفيسور، يحق لك أن تشكك بما أقوله ولكن زملائي الأعزاء، حين تصغون لحديثه وتشاهدون أداءه سوف تصدقون ما أعني. أتلهف لرؤية ذلك. عند ممارسة ملاكمة الأودي نفترض بأن هناك خطا مركزيا بيننا وبين الخصم، يمثل هذا الخط النقطة المركزية لخصمكم، والخصم كما تعرفون هو الهدف. عند لجوئنا للهجوم يتعين علينا مواجهة الخط المركزي، لأنه وكما تعلمون الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، واعتمادا على قاعدة الخط المركزي فسوف نصيب هدفنا في أقصر وقت ممكن. وهذا ينطبق على الدفاع أيضا، يجب ألا ننحرف عن الخط المركزي. إن كانت تفصلنا مسافة عنه فلن نتمكن من صد الهجوم في الوقت المناسب لذلك. والآن سنرى ذلك عمليا، انتبهوا جيدا، لاحظوا كيف يتحركان. لا تفكر بالعودة إلى ذلك المكان، عاهدني بروس. لماذا تصرين على عدم فهمي؟ بل أفهمك جيدا، ما الذي جعلك تتحداه؟ الأمر ليس هكذا، أنت لا تفهمين الموضوع. مهلا بروس، ما أفهمه أنك تصر على أن تتعرض للضرب. أنت لا تعرفين، لم أذهب لإثارته. كل ما أعلمه هو أنك عنيد وتريد أن تؤذي نفسك، فأنت تعشق القتال فقط بروس. ليندا، لا داعي لمخاطبتي بهذه الطريقة. حسنا، لولا الكونغ فو لما كنا معا في هذه اللحظة. إنها الحقيقة ليندا، أخبرني بكل ما تريد. في هونغ كونغ كانت لدي صديقتي إكس مان وهي تنتظرني، وفي الولايات المتحدة لدي ألويو وهي مستعدة لتمنحني بيتا وسيارة ونقودا، وأنا لست مع هذه أو تلك لأنهما تعترضان على اختيار الكونغ فو. ولكن ليندا، أنت تختلفين عنهما، انضممت لفريقي بملء إرادتك، لذا أرجوك أن تبذلي جهدا أكبر لفهمي وفهم تفكيري، وإلا ابتعد عني. المصارعة اليابانية فعالة في القتال. فمثلا هناك ثلاثة أساليب تمتاز بها: تقنية تثبيت الخصم وهي فن قتالي فعال لإحكام السيطرة، إلا أنها تفتقر لتقنيات الضرب وهي غير فعالة في المواجهة. أما بالنسبة للكاراتيه اليابانية فإن مدى تسديد الضربات بعيد جدا، وهذا ما يجعلها تمتاز بالقوة. بنفس الوقت فإن بعد المسافة يؤثر على سرعة الأداء ويجعلها بطيئة، مما يسهل على الخصم الهجوم. اقترب. يتمثل ضعفها في القتال القريب، حين تسددون لكماتكم فأنتم تنحرفون عن الخط المركزي، ومن شأن أي انحراف أن يؤثر سلبا على عملية الدفاع وصد الهجوم. هراء! كل كلامه هذا هراء. أجل هراء! هذا الصيني يقلل من شأن الملاكمة والكاراتيه والجودو، إنه يسعى لترويج ملاكمة الأودي. إنه مجرد كاذب ومدع، لا تصدقوا شيئا مما يقوله. أجل أنت تجيد التباهي والاستعراض مع تلامذتك، إن كنت متمرسا بالفنون القتالية كما تدعي نازلني إذن. سأجعله يهوي على الأرض خلال جولة واحدة فقط. أوه!
أصل الفنون القتالية هي الصين. بروس لي. يا رفاق، لقد حضرت محاضرة لبروس لي اليوم. لقد كان كلامه رائعا وكانت نظرياته مقنعة. ذلك الفتى لا يصدق رغم أني سمعت عنه الكثير، لأن الكلام لا يحمي حقا. بروفيسور إينو، لقد كنت محقا بكل كلمة قلتها عن ذلك الشاب الصيني. أرجوك اغفر لنا موقفنا ذلك اليوم. في الواقع لا أعرف ماذا أقول لك، ولكن اخرجوا! اخرجوا جميعا! انصرفوا! بروفيسور! بروفيسور، هل أنت بخير؟ بروفيسور إينو! بروفيسور! بروفيسور! ما بك؟ ما بك؟ بروس! بروس! ما الأمر؟ البروفيسور نقل إلى المستشفى. ماذا؟ خذني إليه بسرعة. بروفيسور إينو، بروفيسور، هل أنت بخير؟ كنت على ما يرام، فماذا أصابك فجأة؟ بروفيسور إينو، هل أنت بخير؟ سيدي، كيف حدث ذلك؟ سيدي، ماذا جرى؟ هيا
يبدو أنه لا يرغب برؤيتي. هل أخطأت بحقه؟ هل صرحت بشيء خاطئ أثناء محاضرتي؟ أخبراني، أنا حقا لا أعلم، هل أخطأت بشيء؟ أم أني كنت عنيفا مع يامادا؟ ربما كان هذا هو السبب. لو أن يامادا لم يبادر بإهانتي لما ضربته بقسوة. حقا أنا لا أدري ماذا أفعل. بروس فكر في الأمر. البروفيسور يمثل السلطة بكلية الرياضة، بينما يامادا يليه منزلة. بدأ الأمر بمحاضرة ثم تحول لحدث غير سار. أغلب الظن أن البروفيسور يامادا شعر بالغضب، لقد انزعج كثيرا. أنا عصبي المزاج، تبا لي، أنا أخرق. ربما أن البروفيسور شعر بالإهانة. وهل يفترض بي تجاهل مشاعري حين أهانني يامادا؟ بروس، أنت تبالغ يا صديقي. أنا أعرف السيد إينو، إنه صاحب قلب كبير، لن يتعرض للمرض بسبب ما حدث في المحاضرة. ما هو السبب إذن؟ Thank you.